سمعنا حكايتنا، ايش رايك احمد؟ طيب حاضر، نتكلم عن صلاح، نتكلم عن اعمال ناجحه. فيقول سمعنا بقصه الرجال هذاك اللي رفضه الحال، نوى يخطب هوى قلبه، تقدم حق ابوها وقال ايش قال؟ يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا اتقدم، على المله بشرع الله ونص الدين ابا اتمم، هي مرادي غلف وادي طلبت تقول هالي تم. فقير الحال فقير المال غني المبدا خالي الهم، اعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الاعظم، ومهما صار مع الاقدار ابرضى بالذي مقسم. تصدد وجه ابوها وطاب سكوته ولا حكي ينقال، تفكر ثم قال اسمع ترى بنتي لابن الخال. يا عم ارجوك لا ترمي الشوك في عيني وقلبي المغرم بطهر الارض، عرفنا بعض من احنا صغار، لو تعلم لا تحرمنا لا تعدمنا، وربك ما رضى بالظلم. يا عم ناظر ترى الخاطر يبيها من سنين كم، يا راعي الخير هوانا طير، لا توقف في طريق الحلم، ولك مني وعد مني اخليها في مجرى الدم. تمايل راس ابوها ومال يهزها يمنة وشمال، همس في اذن صاحبنا نصيبك مع سواها تنال. ما هو معقول ولا مقبول اعيش الفكره دي يا عم، بعد بنتك انا احلف لك علي تحرم بناتها، ولو دنياي حكايه ناي بغنيها بجرح وهم، وهذا القلب يا عمي صعب حلف بعشقها، واقسم بقول لك شيء ما دامي حي اموت وغيرها يحرم بكل الياس، بقول للناس حياتي خانها درهم. صح الله لسانك، صحيتك لك حميد. انا لما نزلت انك بتكون معي ضيف في غيم القصيد، الكل يسال هذه واقعيه ولا ما واقعيه قصيده؟ اكثر سؤال اتوقع وصل لك. اي له وصلني، هي واقعيه، قصيده واقعيه، هي واقعيه لاحد الاصدقاء. لاحد الاصدقاء، هذا هروب من شاعر ولا حقيقه؟ لا والله هذه حقيقه، لكن الشخص طبعا احدى اهم متطلباته لحظه ما اخذت انا قصته وترجمت انه لا ينشر الاسم، لا اسم ولا تفاصيل. يعني تفاصيل اخرى. جميل، صح الله قلبك، وانت تكلمت عن صحتك لك، صحتك يعني مر بهذه التجربه. طيب اعزائي المشاهدين وصلنا لفاصل.